الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد السادات، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يشتمل عليه قلب الإنسان المؤمن. ولعل كل واحد منا يقول إن حبه صلى الله عليه وسلم في قلبي لا يضرح ولا يتغير، ولكن الكلام يحتاج إلى دليل. جميل أن نسمع الكلمات الطيبة والقصائد الرنانة التي تنعش القلب وتحركه لحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا أمر طيب مستحسن، لكن الأحسن والأكمل والأكرم أن تجعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلاً في شغاف قلبك. ذاك النبي العظيم الذي أحبك قبل أن تحبه. ولعل واحداً منا يسأل كيف ذلك. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله سبحانه وتعالى في سيدنا إبراهيم حاكيا عنه حينما وصف الأصنام، فقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آيات عظيمة. الأولى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ومن لم يتبعك يا أبا الأنبياء؟ من كلام إبراهيم عليه السلام حكاه لنا ربنا في القرآن. ومن لم يتبعك عذبه، قال له: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. كم رحمة الأنبياء عظيمة. وسيدنا عيسى يقول، يخاطب مولاه سبحانه: إن تعذبهم فإنهم عبادي، لعلك ترحمهم يا رب. سبحان الله. إن تعذبهم فإنهم عبادي، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما تلا هاتين الآيتين صلى الله عليه وسلم بكى. فأوحى الله تعالى إلى جبريل: أي يا جبريل، انزل إلى محمد فسأله ما يبكيك. والله تعالى أعلم أيها الأحبة، يعلم بما في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل فقال: يا محمد، ما يبكيك؟ فقال: إني أسأل الله تعالى أمتي، كما سأل موسى، كما سأل إبراهيم وعيسى، أن يغفر الله تعالى لأممهم، فإني أسأل الله تعالى أمتي. فأوحى الله إلى جبريل أن يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنرقيك في أمتك ولا نسلك. كيف لا يحب الإنسان هذا النبي العظيم الكريم الذي لم يرضى لك أن تعذب، وإنما سأل ربك سبحانه وتعالى أن تكرم ويغفر لك؟ كيف لا تدخل محبته إلى قلبك؟ ولكن الكريم في هذه المسألة أيها الإخوة الأكارم أن تحب الله ورسوله، ثم ترتقي في هذه الدرجات العالية إلى أن يحبك الله ورسوله. وهذه مرتبة عظيمة لا بد للإنسان المسلم أن يسعى إليها. أن تحب الله ورسوله فهذا أمر جميل وكلنا ندعيه وكلنا نقوله، نحن نحب الله ورسوله، ولكن أن يحبك الله ورسوله فهذا أمر عظيم لا بد له من بذل النفس والنفيس والجهد والمجاهدة والصبر والمصابرة في تحصيله. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر، وقد قال قبل يوم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
الشهادة العظيمة، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا المقام الذي نبحث عنه، هذا المقام الذي ينبغي على كل واحد منا أن يسعى ويبادر ويجاهد للوصول إليه، أن يحبك الله ورسوله. كيف ذلك؟ كيف يحبك الله ورسوله؟ حينما تفنى ذاتك في إرضاء مولاك سبحانه، أن تتخلى عن شهواتك وتبتعد عنها مقابل أن يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى حينما أمرك أن تصلي الفجر لم يأمرك بهذا الأمر عبثا حاشاه، وإنما جعل وقتها لكي تتخلى عن شهوة النوم. وحينما أمرك بالصوم لم يأمرك بهذا الأمر عبثا حاشاه، وإنما أمرك لتتخلى عن شهوة ولذة الطعام. وحينما أمرك بالحج لم يأمرك بذلك عبثا حاشاه، وإنما أمرك بذلك لتتخلى عن شهوة محبة البلد والأصدقاء والأحباب والأنس بالأهل، لتنصرف وتتوجه إلى مكان بعيد قفر تتجلى فيه رحمة الله تعالى على عباده، ويظهر فيه صدق المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى. حينما يبادر كل واحد منا إلى التخلي عن شهوات نفسه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه، زكاها طهرها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا وصلنا إلى هذا المقام أيها الأحباب، فوالله إننا قد احتفلنا برسول الله حقا. إذا وصلنا إلى مقام تربية النفس وتزكيتها، بحيث تتحول شهواتها إلى توجه إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وحده، فوالله لقد آثرنا رضوان الله تعالى على رضوان شهوات أنفسنا، وبذلك نكون قد سلكنا ذلك الطريق الذي فيه يحبه الله ورسوله، الذي تصل في آخره إلى محبة الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم لك. لما وصل الصحابة إلى هذا المقام تفانوا في حب رسول الله، فأحبهم الله وأحبهم رسوله. يعود النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، وإحدى نساء الأنصار تقف لتنظر إلى زوجها، فيقولون: عظم الله أجرك، قتل زوجك. فتصبر تنتظر أخاها، يقولون: عظم الله أجرك، قتل أخوك. تنتظر أباها، يقولون: عظم الله أجرك، قتل أبوك. فتقول: ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حينما وصلوا إلى تلك المرتبة الراقية، أن يقدموا حب الله تعالى وحب رسوله على أنفسهم، على أهليهم، على أقرب الناس إليهم، أحبهم الله تعالى. قالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا: هو ذاك بخير إن شاء الله. فقالت: أرونيه حتى أنظر إليه. خلوني أشوفه، أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأت قالت: كل مصيبة بعدك جمل يا رسول الله، كل شيء يهون إذا كنت أنت على قيد الحياة. هؤلاء أيها الأحبة رجالا ونساء صدقوا ما عهد الله عليه، فقال الله في وصفهم: يحبهم ويحبونه، وقدم محبته سبحانه على محبتهم له. قال: يحبهم، هو يحبهم قبل أن يحبوه. سبحان الله، ما أرفع هذا المقام، ما أعلى. يحبهم ويحبون. وقال سبحانه في آية أخرى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر، وهذه أعلى. أن يصل الإنسان إلى أن يرضى عن الله، وليس الرضوان عن الله بمقام أن ينتقل العبد إلى مقام الربوبية والربوبية إلى مقام العبدية، لا أيها الأحباب، وإنما أن يرضى بكل ما قدره الله تعالى له، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا وصل الإنسان إلى مثل هذا المقام بعد أن يجاهد نفسه، فوالله إنه لهو على طريق الخير، وهو على طريق الفلاح، وهو في الطريق الذي نهجه رسول الله، والذي علمه رسول الله
أصحابه، والذي ينبغي على كل واحد منا أن يسلكه، أن يتخذ طريق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاجا له في حياته. كيف يتحقق ذلك؟ بكثرة الصلاة والسلام عليه. أن تجعل لسانك رطبا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، كي تنطبع أوصافه الشريفة في قلبك أيها الأخ المسلم. هذه وسيلة أولى، كثرة الصلاة والسلام على رسول الله، ثم التعرف على أخلاقه صلى الله عليه وسلم. إن لم تكن تعلم فسل من يعلم، سل من هو أعلم منك. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاشر أهله، يعاشر أصحابه، أصدقائه، بل أعدائه؟ كيف كان يعامل الناس؟ كيف كان ينام؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يبيع؟ يشتري؟ كيف يعامل؟ تعلم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغرس محبته صلى الله عليه وسلم في قلبك. وهذا ما نسأل الله تعالى أن يختم لنا به، بأن يجعل حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم ديدنا لنا في حياتنا، لنرتقي أيها الأحبة الأكارم إلى رضوان الله تعالى، ونصل إلى ذلك المقام الرفيع يحبهم ويحبونه. اللهم أكرمنا بمحبتك لنا ومحبتنا لك يا أرحم الراحمين، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، واجعل حب نبيك صلى الله عليه وسلم مقدما على حبنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. أعد علينا هذه الذكرى بالخير والفرج والبركة علينا وعلى المسلمين في أقطار الأرض يا رب العالمين، وفرج عن المكروبين برحمة منك يا قوي يا متين. وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله تعالى.